وهي اللي هتجيب أجل خميس. بس خميس مش هيديها فرصة. ها؟ وانت ايش عرفك؟ متهيألي يعني انه مش سهل وهي يعني ما ينفعش. اللي يسمعك كده يقول انك تعرفيه كويس. انا؟ وانا اعرفه منين؟ يعني انا بسمعكوا بتتكلموا. بنت يا سوريا. ايوه يا معلم. نعم. ها بنت ظبطت الحجر قبل ما يفحم. حاضر. اهو يا معلم. مالك يا مطر؟ ما تقعدي. مدينانه ولا ايه؟ لا اصل انا تعبانه هخش انام، دخت من لف طول النهار. تصبحوا على خير. لا. عاوز مني حاجه تانية يا معلم؟ لا خش نام انت كمان. طب بالاذن. مراتك الايام دي رجلها خارت على الخروج. عادي يا حاج، بتنزل تتسوق. انت عارف بقى مخ الحريم. ايوه يبقى اسالها كده وشوف هتقول لك ايه. وبقى تعالى قول لي ليه يا حاج؟ انت قلقان من حاجه؟ اسالها الاول بس.